لحظات الموت، يا لها من لحظات رهيبة تتوه فيها العقول وتذهل فيها النفوس. ولكنه يعقوب، وما أدراك ما يعقوب؟ إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ويا له من مربي عظيم، شغل نفسه بتربية أبنائه طوال حياته وحتى مماته. وآخر الكلمات قبل الموت تلخص حياة الإنسان، فمن اعتاد قراءة القرآن يحضره الموت وهو يقرأ القرآن، ومن كان يصلي يحضره الموت وهو يصلي، ومن كان يسمع الأغاني يحضره الموت وهو يردد كلمات الأغاني. فلنستدرك ما فاتنا ولنستعد لحضور الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فليس هناك ما تقر به أعين الأنبياء سوى التوحيد. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لماذا جاء الترتيب بهذا الشكل؟ ورغم أن بني يعقوب من نسل وذرية إسحاق عليه السلام، إلا أنه جاء في الترتيب بعد إسماعيل عليه السلام، وفي ذلك رد على العنصرية والنعرة الطائفية لليهود، وأيضا فيه احترام وحب لإسماعيل عليه السلام الأسن والأكبر في السن من إسحاق عليه السلام. وعلشان كده وخصوصا في الريف بنطلق على العم أب ونقول أبونا الحج سمير أو أبونا الحج علي مثلا. إلها واحدة ونحن له مسلمون، مستسلمون، خاضعون، منقادون لأوامره. انشرح قلب يعقوب عليه السلام وارتاح فؤاده وأسلم روحه لله سعيدا مسرورا. جزاكم الله خيرا.